بما انه جوزك هيك تعبان كثير انا برايي طلعي منه تركيه شو بدك فيه والله هو هيك اذا الله انا شو بدي اذا طلع لي جوزي جوزي بدي اسالك سؤال عمري ايه عم هلا بس بدي اعرف انه من وقت ما عملنا العلاقه لحد الان الفضول ذبحني بصراحه حابب اعرف انه ليش انت متجوزه وعم تخوني جوزك معي انه ليش يعني حبيتيني وانت بنت متجوزه انا شوفي انا ما عم بغلط معك هلا انا ساعتني بحبك بس يعني انه فضول بس حبيت اعرف انه ليش البنت بتحب على جوزها يا عمري انا من لما افتت وما بحب بغصب ان كان عمري 14 سنه ابي جوزني اياه يعني انا ما بحبه ما بحبه 14 سنه بتعرف يعني ولد لسه ما بتفهم شيء يعني غصبوني عليه غصب وانا ما بدي يا مولاي يعني جوزوكي وانت سنة 14 ايه كنت كثير صغيره ما بفهم شيء ابدا ايوه طب ليش زوجوكي بسرعه اهلك يعني والله يا عمري ما بعرف العادات هنيك بسوريا بتعرف كيف كانت وانا كنت صغيره والوحده ما فيها تقول لابوها لا خلص قال بدك تتجوزي بدك تتجوزي ما كان فينا نقول له لا يا ابي مو رايدين او ما بدنا ما فينا ايوه مظبوط معك حق طيب انت هلا شو السبب انك معي يعني يا روحي انا ما عشت هالاجواء تبع الحب انك تعشقي وتطلعي انتي الحبيبة يا عمري انا بحب الاجواء الرومانسية مثل هلا انا وياك كتير مبسوطة معك ومرتاحة انت ما في منك ورومانسي وحنون مو مثل جوزي هداك بالمرة يعني يا روحي انا بحب هيك اجواء هيك الشبابية هيك هداك بالمرة يا زلمة حتياك والله ايه ليش لا نعم يا خوفي بكرة مرتي كمان اذا زوجت تعمل فيني هيك ايه عمي يلا خلينا نتمشى يلا يلا هات يدك يلا عمري يلا امشي عمري امشي قول يا احمد مو كويس هاي عزمتك على المشاوي ضليت تصرعيني فيها لا يا روحي انت ما في منا يلا خلصي جاهز الفحمات اشتغلوا شو عمري عجبك المكان ايه عمري كتير حلو حبيتي يعني ايه منيح انا عندي والله لانه اهم شيء بحياتي انك تكوني انت مبسوطه اي خليلي يا يعني مالي مقصر معك بشيء لا ايوه يا ابن عمي بالعكس كثير مبسوطه معك انت يا روحي انا هيك الله يخليلي اياك تاج على راسي روحي الله يقدرني واخليك اسعد بنت بكره الارضيه يا روحي خليلي يا عمري امشي خلينا يلا بما انه جوزك هيك تعبان كثير انا برايي طلعي منه تركيه شو بدك فيه والله ايه هو هيك اذا الله انا شو بدي اذا طلع لي جوزك شو عم تعملي هون اولاد شو مين انت اولاد مين هذا يا خاينه مين هذا يا حقيره نزل ايدك بعدين شو عم تحاسبني لي انت؟ مو قادر تعمل من وين عم تحاسبني؟ مالك شغل معي انت؟ مرتك هي الخاينه هي لحقتني وبحثني من كشف دقلي تليفونات تعا وجوزي مو منيح وجوزي مو منيح نزل لي ايدك لشوف وضع منك لمرتك ابن عمي مو يعني مو مثل ما انت فهم الموضوع لك شو عم تحكي انت وليد؟ لك شو مثل مالي ما يفكر تعيرني لو عندي لشوف اسمعي وليد انت وحده خاينه مثلك ما عاد بتلزمني فهمتي ولا لا؟ انت طالق وشك ما عاد بدي اشوفه احسن ما احرق الدنيا لما اشوفك يلا انقلعي الليلة عن ابو اللي نفذك يا حقيرة فلسانة لك السوج علي انا اللي رديت عليه اخذت واحدة فلتانة مثلك ان شاء الله قلت لي بدك تشوفيني ضروري شو الموضوع؟ ايه روحي انا اتطلقت هلا صرنا لازم نحن شو؟ ايه طلقتي؟ ايه صار لازم نتجوز؟ قلت في بمخك شيء؟ معقولة انا شب عزابي مثل الفلة 100 بنت بتتمناه اخذ وحدة مطلقة؟ لا مو بس هيك يا ريت بس مطلقة مثل ما خنتي جوزك معي اخاف بكرة تخونيني مع غيري ما في منك امان قال لا تجرب اللي بجرب مجرب بيكون عالم خرب وانت ما بتناسبيني بتحبي نضل اصدقاء وصاحبه عيني وراسي غير هيك مستحيل صح
انا حبيتك، اعتبرتك سند الي، انت دخلت حياتي، هلا هيك بدك تعمل فيي؟ سند شو بطيخ شو؟ انا سند لحالي بس، وانا ما باخذ بنت الا يكون ما بس تمها غير امها. عم كلن هلا لا عم تتصلي فيني لا بتحاكيني، عم تفهمي؟ بتنسي رقم تليفوني وبتمسحيه، بتمسحيه، عم تفهمي؟